السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله غادي نوجدو مع بعضنا نصف المدفونة طبق مغربي بامتياز كنحضرو في الاعياد في المناسبات في العرضات غادي نحضروها بطريقة سهلة مبسطة وغيزولتا ولا اروع تبعو معي غير الطريقة وان شاء الله تنجح معكم من اول مرة بالنسبة للمقادير غنستعملو الشارية عندي هنا مئة غرام الدجاج الدجاج يمكن تستعملوا اي قطعه من الدجاج انا استعملت هنا صدور دجاج مي الا بغيتو يمكن لكم تستعملوا تفخيضات دجاجه كامله نص دجاجه يعني ال... ال... اي مغصوم من الدجاج يمكنكم لكم عندي جوج بصلات مشلدين معدنوس جوج فصوص ثوم ملح ابزار خرقوم وسكينجبير صافي هادو هما المقادير دوزو الطريقه ان شاء الله انا خديت بورما درت فيها الماء باش يطيب باش من بعد ندير فيها الكسكس ونزيد عليه السفه ديالي دابا غناخذ الشعريه ديالي وعنزيد ليها شوية زيت ونحاول نخلطها مزيان باش تشرب كاع داك الزيت باش ملي نطيبها ما تعجنش ها كنحاول نخلطها مزيان باش كاع كاع دوك الحبات نتاع الشيريه يشربوا ديك يشربوا ديك الزويته باش في الطياب كتجي محلوله ما كتجيش م... ما كتعجنش وما كتجيش هكا ما كتكورش كتبقى هكا كل حبه كتلقط حبه صافي هنا منين خلطت السفه مزيان صافي كنضيفها في الكسكس و ما بين 15 ل 20 دقيقه صافي طلع فيها التفويره 15 دقيقه صافي من بعد نولي نحيدها دابا ندوز نوجد الدجاج ديالي انا شديت هاد الصدر وقطعته هكا مربعات يمكن لكم تقطعوا كما بغيتوا مربعات ولا شرائح ولا كما بغيتوا ولا تخليوه من بعد منين يطيب تفرتوه صافي غنقطعو مربعات صافي منين ساليت تقطع الدجاج انا كنضيف له ديك العطريه الملح والابزار والسكنجبير والخرقوم والفصوص ديال الثوم محكوكين ومعدنوس <applause> وكنخلطو مزيان باش يشرب هذيك العطريه كامله ويجي بنين من بعد كناخذ كاميله كنزيد عليها جوج معالق تاع زيت البلديه وكنضيف ليها البصله المشلدة صافي كنخلي هذيك البصيله تشحر شويه وكنضيف لها الدجاج اللي سبق لي شرملته كنخلطهم مزيان مع بعضهم باش يتشانسو صافي ونقص البوطه ونغطي الكاميله ونخليه ديك الدجاج يتشحر مزيان على خاطرو ويطيب على خاطرو ملي كيتشحر الدجاج كنضيف له شويه الماء هكا الجهد اللي يتمرق هكا ويطيب فيه صافي كنغطيه كنقصلو له كنخليه يطيب على خاطرو صافي حتى يطيب الدجاج وديك المرقه كتعقد في هاد الاثناء بديت كنوجد اللوز اللي غادي نزين به السفه ديالي شديت هاد الكاسرول وضعت فيها قياس 200 غرام تاع اللوز وزدت وضفت له الماء المغلي نخليها هكا واحد خمسة ولا عشرة دقائق حتى حتى يفزق مزيان صافي ونفسخو ونخليه نشوف ومن بعد عاد ندوز نقليه هنا السفه ديالي التفوره الاولى دابا راه وجدات صافي راه مزيان غنضيف لها ما مغلي هكا كندور عليها كامله باش نفزها كامله كامله صافي كنصفي داك الماء هذيك هي كنحطها على جنب وهذاك الماء هو اللي كنرجعو كنضيفو البرمه ديالي المهم ما يضيعش بهاد الطريقه هكا كتفزق السفه وكطيب لنا في ما كطلبناش وقت كتير باش باش طيب صافي هكا كنولي نرجعها للكاسه ديالي ونحاول نحركها هكا باش نحلها باش ما باش ما تعجنش بعد المرات خلينا هكاك هذاك الماء كيخليها كي هاكا هكا وتعجن وهكاك ما كتنجحش معنا كتجي خايبه صافي كان سواء لا صبرنا نديرها بيديا ونديرها هكا بشي معلقه نضيف لها واحد الكاس الماء هكا بارد نخلطها مزيان نحاول نخدمها كامله نفسسها هكا كامله تحل كامله باش ما تعجنش كاع راه سخونه نردو <applause> بالنا من هذه المرحله حتى تكون مازال سخونه صافي نخلطها مزيان وندوز عليها كامله ما نخليت شعري يعني نتاكد بان شعري راه كلها محلوله ما فيهاش شي مرصو كم معجنين مع بعضهم صافي ونضيف لها معلقه كبيره نتاع الملح نخلطها مزيان ونخليها ترتاح حتى تشرب الماء كامل اللي, اللي سقيتها به صافي ومن بعد نولي نرجعها لكتكاس التفويره الثانيه عاود وهنا السفة ديالي منين شفات شربت قاعدة داك اللي كنت سقيتها بياش وتبارك تبارك الله كي كتجي محلولة يعني الحبة كتلقى الحبة ما كتجيش كاع مدقصة ولا معجنة هنا دابا كنضيف لها قياس ثلاث المعلقة كبار نتاع الزيت زيت نباتية وهذا هو السر اللي كيخليها كتجي هكا محلولة ما معجنة ما ما والو ما تخافوش منها يعني راه ما كتجي لا ميه ما لا والو لان ديك الزيت كتهبط في الطياب اي تبعوا ان شاء الله هاد الطريقه عاد نجرح معكم من اول مره هنا كناخذ كن المقله اللي كنوضع فيها الزيت باش عنقلي اللوز اللي كان سبق لي سلقته في وخليتو وخليته نشف صافي مني كينشف نهائيا ما يبقاش فيه كاع الماء كندوز نقليه هنا تكون زيت سخونه عاد نضيف لها اللوز ومن بعد كنقص البوطه باش ما يتحرقش اللوز ويطيب على خاطرو يطيب يعني كيف من برا كيف من الداخل يتحمر مزيان وهنا كنرجع شاري الكسكس باش طيب المره الثانيه نحسبوا واحدة عاود واحد 15 ولا 20 دقيقه باش تفور التفويره الثانيه هذا هو الشكل ديال الدجاج ملي كيطيب كيجي لذيذ وبنين والمريقه كتجي هكا مدغ مروقه فانا كتعجبني هذا الشكل اللي بالنسبه للناس اللي كتعجبهم لاصوص خليوها شويه بلا صوص ما تخليوهاش هكا طفو عليها البوطه قبل ما تنشف هنا الشعريه منين تفورت للمرة المره الثانيه غنضيف لها قياس نص كاس نتاع الماء نولي عاد نخدمها بيدي هكا باش نحلها كاملة باش ديما نتفادى هداك الكويرات اللي كي يديرو من الطياب ونخليها تنشف من الماء ولا نرجعها صافي هذيك الساعه باش تفور اخر تفويره هذا هو الشكل ديال الصفه ملي كطيب كتجي هكا زوينه ومفسه وما معجناش دابا غنضيف لها 50 غرام تاع الزبده والسكر أه لكم وسكار آه الاختيار سوا تضيفوا العسل سوا تضيفوا السكر كلاصي والسكر على حسب الاختيار كاين اللي كيبغي السكر كثير وكاين اللي كيبغي شويه صافي وكنخلط مزيان حتى سكر السكر والزبده كيدوبوا في الشعريه وندوز نقدمها في طبق التقديم بالنسبه للتقديم انا كنقسمها القسمين كندير كنستف شعري في التبصيل كنضيف هداك الدجاج والمريقه اللي عندي وكنغطي عاود بالشعريه هادشي على سم... سميتها السفه مدفونه لان كيكون في هداك الدجاج مدفون هكاك ويمكن لكم ديروها حتى هكاك لها شويه الزبيب هكا تكونو فورتو شويه حتى هي كتجي زوينه لا داعي باش تستعملوا الدجاج زعما ماشي بالضروره نستعملوا الدجاج يمكن لكم تقدموا غير هكاك مع الزبيب وتزوقوا بشويه سكر كلاصي والقرفه وهذا هو الشكل ديال الطبق ديالي النهائي حطيته على هذا الشكل وزينته باللوز اللي كنت قليت وشويه المشماش اللي كنت فورته ودرت هكا خطوط بسكر كلاصي والقرفه نتمنى يكون نال اعجابكم والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله وما تنساوش دعموني بلايك وابوني الى اللقاء